ينظم مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراس كوهران الجزائر بشراكة مع مركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية الجزائر الملتقى الدولي الافتراضي الأول الموسوم المجتمع والجائحة، وذلك يومي 3 و4 جوان 2020 ابتداء من الساعة 3 زوالا. يهدف الملتقى إلى إنجاز تقرير ثان من خلال الاستفادة من الدراسات والتجارب الوطنية والدولية في تحليل ومواجهة أزمة جائحة كوفيد-19. Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle Kraskoran Algérie, en partenariat avec le Centre Fa'iloun de recherche en anthropologie et en sciences humaines et sociales Algérie, organise les 3 et 4 juin 2020 à partir de 15h le premier colloque international virtuel intitulé « Société et pandémie ». Ce colloque virtuel dans sa forme vise à réaliser un deuxième rapport scientifique en utilisant des études et des expériences nationales et internationales pour analyser et faire face à une crise pandémique Covid-19. The Center of Research in Social and Cultural Anthropology, Kraskoran Algeria, and Fa'iloun, the Center for Research in Anthropology, Humanities, and Social Sciences Algeria, organized the first international virtual conference, Society and Pandemic, on the 3rd and 4th of June 2020 at 3 p.m. The virtual conference aims to produce a second scientific report employing national and international studies and experiences to analyze and deal with the COVID-19 pandemic crisis. معكم الباحث خواجة عبد العزيز من جامعة غردايا الجزائر. عنوان المداخلة: أزمة كورونا والعلوم الاجتماعية، جدلية الثنائيات العولمي والتقليدي نموذجا. قامت العلوم الاجتماعية منذ ميلادها الحديث على جدليات ثنائية بخاصة وثلاثية متعددة كالمادية والمعنوية، الكمية والكيفية، العقلانية والوجدانية. حددت مسارها وشكلت نظرياتها واتجاهاتها الكلاسيكية وحتى المعاصرة منها في كثير من الحالات. إحدى هذه الجدليات التناقض الذي تصوره الكثيرون بين العالمي الذي تحول إلى العولمي المعقد والمحلي الذي اختزله الكثيرون في التقليدي بما يحمله من البساطة والسذاجة والمتداول. مع أزمة كورونا التي مست العالم بأكمله تعود هذه الجدلية للاختبار، فطرق التعامل معها سياسيا وإعلاميا واجتماعيا تأرجحت بين البعد العالمي والاحتواء المحلي. وهنا برز الاستفهام الأساس: ما حدود كل منهما؟ وما المساحة التي أخذها كل واحد في ملامسة الأزمة؟ ما النجاحات التي حقق هذا وذاك على حساب الآخر؟ هل نحن نتجه نحو تزايد أعلى للعولمة أو انحصار مشدد للمحلية؟ أم أن مستوى الجدل متوهم ولا أساس له في الواقع، ولكل منهما قسطه في الإسهام بآلية ما؟ أسئلة تطرحها هذه الورقة وتحاول الإجابة عنها في لحظة لم يكتمل فيها سيناريو الحدث بعد، ولم تصل الظاهرة إلى التشكل النهائي، وذلك من خلال أمثلة من الواقع الذي يعيشه العالم اليوم. هذه المداخلة تتضمن مجموعة من النقاط الأساسية: أولاً التساؤل والذي يطرح إشكالية الورقة، ثم الجدل والتأخر في العلم الاجتماعي في تعامله مع ظاهرة الوبائية، ثم نحو حصار العولمي وانحصاره خلال الأزمة، ثم اجتماعية التقليدي بآلية الحديث، ثم تجارب محلية، ثم الخاتمة بعد ذلك. في لحظة من الزمن تحولت ووهان من مجرد منعوتة لقرية مترامية في إحدى أطراف شرق الصين لا يعرفها غير بعض الباحثين وهوة أكل الجرذان والخفافيش إلى علامة أو ماركة عالمية معولمة، وأضحت الاسم الأكثر تداولا في العالم، إن على مستوى التبادل العلمي أو على مستوى التواصل الاجتماعي والإعلامي. ذلك أن هذه البقعة كانت مصدراً لمرض أو فيروس أرعب الكون بأكمله وحير المجتمع البحثي في المختبرات. وبعولمة الفيروس تحولت البؤرة التي عرف فيها الفيروس ميلاده وحصوله على شهادة السكن في الوسط الإنساني متخذاً منه بيتاً، ووسيلة نقل فعالة للوصول إلى أبعد نقطة لم يزرها من قبل، ثم ليتدرج في المراتب إلى أن يحوز على الدرجات في الترتيب الإبيديمولوجي بمرتبة جانحة، إثر تصنيفه كذلك من قبل
منظمة الصحة العالمية في مارس 2020 بعد أن أرخى سدوله لأكثر من 3 أشهر من التجوال والاستجمام في صدور البشر حتى تمط وناء بكلكلهم. هذه السرعة والتسارع في آلية العولمة الكوكبية والانتشار المذهل في كامل القارات يرفع للواجهة سؤالا في غاية الحساسية: ما التناسب الذي حدث بين شيوع الفيروس من جهة باسمه ومصدره بسرعة الضوء من جهة وطرق التصرف معه من جهة أخرى؟ بطرح آخر، هل تعامل العالم معه بالطريقة ذاتها التي تعاملت معه القرية التي أنتجته أو أنتج فيها؟ يحيلنا هذا الاستفهام إلى إشكالية كبرى ما بارحة تطرح باستمرار، وهي العلاقة الواقعة بين العالمي والمحلي أو التقليدي، لكن هذه المرة في ارتباطها المباشر بسبل التعامل مع الوبائية حين تصبح حالة عالمية. فإذا استطاعت وهان محاصرة الفيروس في ظرف 75 يوما والاحتفال بانتصارها عليه، فما زال العالم يتخبط في أي الطرق يختارها للتخلص منه. فأين الخلل؟ ألأن المحلي يختلف عن العالمي وغير قابل للتوسع، أم أن العالمي عاجز عن توفير ميكانيزمات المحلي والتحكم فيها نحو حصار العولمي وانحصاره؟ منذ ظهور الفيروس والحدث عالمي معولم، إن في انتشاره أو الخطاب المنتج حوله أو طرق التعامل معه، لكن الظاهرة البارزة في الموضوع أن هذا الفعل كما حاول أن يأخذ الصبغة العالمية أو كلما حاول أن يأخذ الصبغة العالمية ظهرت ممارسات معادية لما يجعله كذلك لتعزيله وتعزيل كل مكتسب عالمي خوفا منه، وكأن الإنسانية يئست حاليا من حدث العولمة والانفتاح اللامحدود على الآخر واشتاقت للعودة إلى حالة التواجد الأول والانحصار على الذات في ذوات أنتروبولوجية مغلقة أو حذرة من الاختلاط اللامشروط، مصححة بذلك من مسار البشرية. يظهر الخطاب العولمي عن فيروس كوفيد-19 من الحدث في ذاته، فوصوله إلى الجهات الأربعة من العالم وهذا الانتقال المفاجئ والسريع ولو بنسب متباينة وأرقام مختلفة تحكمها الإيديولوجيات السياسية وقدرة البلد على اكتشاف الإصابة، جعل منه الضيف غير المحبب لدى الجميع بدون سابق إنذار، ولم تعد في المعمورة قطعة في منأى عن زيارته المقلقة. فكان السؤال ملحا عن الناقل والمسبب للعدوى أو الحامل له من مكان لآخر، لتتوجه أصابع الاتهام لوسائل النقل على رأسها وسائل النقل الجوية والبحرية طبعا، التي قاربت بين الشعوب وجعلت من العالم قرية صغيرة. فأصبح الأجنبي فجأة أو العائد من البلد الأجنبي محل الخطر والتوجس، وقررت العديد من الدول إيقاف هذا المكسب العولمي وإركانه أرضا. فأغلقت الكثير من المطارات والموانئ، ولم تبرح النفاثات ولا الباخرات مكانها منذ أشهر، ليعود إنسان الدولة المفتوحة إلى إنسان الأرض المحدودة والمغلقة، تحديدا وبالتعبير الأنتروبولوجي إنسان العشيرة والقبيلة ذات الفضاء المعلوم مسبقا في صحرائها أو أدغالها أو جبالها، لا يطأها الأجنبي إلا بطقوس تطهيرية صارمة، إنما بوسائل حديثة فقط. عولمة الحدث ظهرت أيضا في التخمينات التي أبدعها المحللون الكهنة عن أسباب ظهور الفيروس وأبعاده الكونية، لتطفو بداية نظرية المؤامرة ومن ورائها النظام العالمي الجديد الذي يسعى لغرس مخالبه وامتصاص دماء البشر، بما في ذلك آراء جيجيك عن رجوع الاشتراكية من جديد. لكن سرعان ما تراجع هؤلاء بعد الانجلاء الواضح للتشققات الرهيبة في هذا النظام ذاته الذي أصيب هو نفسه بحالة الرعب والهلع، ليتواضع أصحابه بعد بعض الشيء في تحاليلهم، متهمين بداية الصين كونها المنتج المتعمد للفيروس قصد تصفية حساباتها مع الغرب وشركاته الاقتصادية. ثم لم تدم الأطروحة طويلا
فانقلبت على أمريكا قائدة العالم ومنتجة أفلام الرعب والخيال العلمي واتهامها بالوقوف وراء إنتاج الدواء. لكن هذه الأخيرة ظهرت أضعف من غيرها أمام بطش الفيروس لتطفو تصريحات رئيس لا يعي كثيرا ما يحدث حوله ليسم هذا الفيروس بالفيروس الصيني مقزما من حجمه العالمي إلى الحدود الجهوية المحصورة. يتواضع أصحاب التحليل مرة أخرى لأقل من ذلك باتهام فرنسا بائعة مختبر ووهان للصينيين مطلع هذا القرن بالوقوف وراء المأساة العالمية. وتدريجيا تتقلص التحاليل يظهر بين ركام التصريحات أبرز مفكر بيولوجي حائز على شهادة نوبل في الطب لوك مونتانيي مدعيا أن الفيروس هجين بفيروس الإيدز وهو مصنع لأسباب علاجية يحتمل انفلاته لخطأ مخبري. هكذا انطلقت التحاليل من البعد العالمي العولمي التآمر لتتقلص تدريجيا وتجد التفسير الأكثر قناعة ومنطقية عند رجل واحد كان قابعا في مختبره بعيدا عن الجميع وضجيجهم. إنه الحدث الأنثروبولوجي يتجلى مرة أخرى حين يتعب أهل القرية من البحث في أسباب الكوارث عند العرافين والكهنة والمنجمين ويجدونه في النهاية عند رئيس القبيلة المعتكف في حجرته أو في إحدى جنبات الغابة الكثيفة هناك بعيدا عن الضوضاء والصخب. طرق التعامل مع الفيروس أو على الأقل الخطاب المنتج عن طرق التعامل معه بدأت باتفاق كوكبي عن غياب لقاح أو دواء فعال للمرض مع ضرورة توفير أجهزة التنفس وأن أهم وقاية له تتمثل في ارتداء الكمامات الصحية لينفجر النقاش بعد ذلك داخل كل قطر عن طرق متباينة للعلاج. فهذه الدولة أعلنت عن الكلوروكين مخففا ومعالجا وتلك ترفض وأخرى عن ريموديسفير ترياقا وتقترح أخرى علاجا آخر. وهكذا كل يغني ليلة لتبدأ حرب الغنائم على الكمامات بالخدعة الاقتصادية أو القوة العسكرية. فهذه أمريكا تسطو على حصة فرنسا وتلك فرنسا تنقض على حصة تونس وروسيا على حصة بلد آخر وهكذا. كل يكافح من أجل شعبه أو فصيلته أو كل بلده رغم أن الفيروس عالمي ليذكرنا المشهد بلحظات إنسان القبيلة والحرب على الغنائم من جمال وكلأ أحيانا أو منابع للمياه أو غيرها من المصادر الحيوية للعيش سواء عند العربية أو الإفريقية أو الأمازوني أو غيره من البلدان الأخرى الأنثروبولوجية الغابرة في القدم. بالمقابل وعلى مواقع التكنولوجيا الرقمية الحديثة يقترح علينا رواد الطب الشعبي من بيوتهم وأكزخاناتهم ووصفات عجيبة وترى الكل يسجل الإعجاب ويؤكد فعالية الوصفة. بذلك يعجز الطب الكوكبي المعولم ويعود الجميع إلى الأم العجوز في بيتها بالقرية النائية طلبا للشفاء والدواء. إنه الرجوع الأنثروبولوجي إلى أول المنطلق حيث بدأ الطب وبدأت تجارب الإنسان الأول عن الأعشاب والعلاج التقليدي هربا بل وربما انتقاما من عالمية السكانر والليزر والأجهزة المتقدمة في المستشفيات الحديثة العاجزة عن إشباع الحاجة. إحدى أهم مظاهر العود على بدء في زمن كورونا الركون إلى الخلية الاجتماعية الأولى في البناء الاجتماعي الهرمي. فبعد أن كان إنسان العصر يشتغل على وفي البنى العالمية الكبرى اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا في شركاته ومؤسساته معتبرا الحياة التقليدية العائلية من متاع نهاية الأسبوع أو الفاضل من الزمن إن وجد، ليرغمه الفيروس المستجد ويرغم الكل على العودة إلى الأسرة واللعب مع الأطفال وقضاء جل الوقت معهم داخل البيت بعد أن اشتاقوا طويلا إلى آبائهم وأمهاتهم. لذلك تطفو مرة أخرى النقاشات الأنثروبولوجية لهنري لويس مورغان وفريدريك إنجلز عن أصول الأسرة وأسبقيتها في تاريخ البشر، وتنتصر آراء علماء الاجتماع العائلي في أولوية الحياة الأسرية على غيرها. ولا يجد المخلوق العاقل في آخر المطاف غير حضن الأسرة والعلاقات العاطفية الأولى ملاذا له، ولتأخذ هذه البنية الأولى ثأرها من تغافل الرجل المعاصر وتجاوزه لها
منذ أمد بعيد. إنه البيت ومعيش الإنسان الغابر مهما ارتقى وتقدم علميا وتكنولوجيا. من هنا يبدو من الضروري جدا ربما مراجعة أطروحات فرديناند تونس في الجماعة والمجتمع وإميل ديوركيم في تقسيم العمل الاجتماعي، حين جازما بأن التاريخ الاجتماعي يتجه من الحالة التقليدية الجمعية إلى الحالة العقلانية الفردية، فبوادر النقوص أو العودة تلوح بقوة ولو آنيا من الحالة العولمية إلى الحالة الجماعاتية، كما أن المشهد أو العناصر المذكورة سابقا تجعلنا أمام باراديغم مفاده أن المخلوق البشري حين يمر بالحالات العصيبة يعود في تفكيره وسلوكه واعتقاداته وبناه الاجتماعي إلى حالاته الأنثروبولوجية الأولى، ويتخلى إلى حد بعيد عن مكتسباته التاريخية والحضارية المتراكمة، وتتقلص عولمته لصالح ذاته المحلية. وهذا الوضع طبعا ينطبق على الإنسان في الحالة العامة دون الحالة الجزئية. اجتماعية التقليدي بآليات الحديث. روضني تساؤل أقرب إلى افتراض، وأنا أتابع بعض التجارب المحلية في تعاملها مع أزمة كورونا كوفيد-19، يتمثل في مدى الارتباط بين المجتمعات الأكثر اجتماعية أو ممارسة للفعل الاجتماعي بكثافة وقابلية تعرضها للفيروس أكثر، بما أن أفراد هذه المجتمعات يتواصلون فيما بينهم عن قرب ويحتكون ببعضهم بعضا باستمرار. لعل اجتماعية المجتمع الصيني الشرقي والمجتمع الإيطالي التاريخي المتوسطي المعروفة تثبت هذه الاحتمالية نسبيا، وما حدث خلال شهر رمضان من ارتفاع نسب الإصابة في أغلب الدول العربية نتيجة زيادة كثافة النشاط الاجتماعي أيضا يدعم هذه الفرضية، وكلها معطيات تقرن بين اجتماعية المجتمع وانتشار المرض. لكن من الواضح في المقابل أن كثافة النشاط الاجتماعي من احتكاك وتقارب أو ما سميناه باجتماعية المجتمع تختلف هي الأخرى من مجتمع إلى آخر، فهي أنماط أو أشكال متعددة، وإلا كيف نعلل تقلص المرض في المجتمع نفسه الذي زادت فيه نتيجة اجتماعيته؟ ونقصد بذلك المجتمع الصيني. لتفكيك هذه العلاقة نحاول البحث في بعض آليات التعامل مع الفيروس. أوروبا ومن منطلق الفكر الديمقراطي الحر والحداثي رفضت التدخل في الحياة الشخصية للأفراد وترقب تصرفاتهم وتنقلاتهم، في الوقت الذي أقامت فيه الصين كاميرات مراقبة في كل مكان وأخضعت كل مواطنيها إلى رقابة شديدة من خلال هواتفهم النقالة والطائرات الصغيرة دون طيار، واستطاعت ترصد تحركات المرض إلى الحد الذي تصل فيه للفرد رسالة خاصة به إذا جلس بجوار فرد مصاب، ووضعت نظاما لتقييم سلوكيات مواطنيها بالنقاط بلغ حد العقاب في حال عدم امتثال البعض للتعليمات كارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الاجتماعية وغيرها، وكذا الحال في تايوان وكوريا الجنوبية. هذه التعرية اللامحدودة لحياة الفرد أو ما سماه يوفان نوه هراري المراقبة من تحت الجلد والصرامة في العقاب تذكرنا بالضمير الجمعي لدى ديوركيم وتماثل الأفراد فيما سماه بالتضامن الآلي، ولا يتوفر هذا النمط من العلاقات إلا في المجتمعات التقليدية والبدائية حسبه، مع أن ما قامت به الصين وتايوان وكوريا كان عن طريق استعمال التكنولوجيا المتطورة التي تنتمي تجاوزا للمجتمعات الحديثة والمعولمة. وهنا تبرز النتيجة الأولى المفاجئة في التقاطع بين المعولم والتقليدي، إذ على المجتمعات الحديثة إن أرادت تجاوز حالات الأزمة العودة إلى ممارسة آليات الضبط التقليدية بوسائل حديثة والجمع بينهما، رغم أن هذا غير كاف. تنقسم اجتماعية المجتمعات إلى قسمين، اجتماعية أفقية واجتماعية عمودية. تتمثل الأفقية في الاحتكاك والتقارب الحميمي اليومي بين أفراد الشعب الواحد، وهذا ما نجده لدى العربي مثلا في أسواقه ومساجده وشوارعه وحتى في منزله، وقد يكون ذلك سببا لزيادة الوباء أكثر واستفحاله. أما الاجتماعية العمودية فهي الخضوعية الكلية لأفراد المجتمع للسلطة التي تحكمهم والثقة شبه العمياء فيها طواعية والاستجابة لها دون تردد والالتفاف بقوة حول قراراتها،
وهذه هي السمة التي تميز المجتمع الصيني والكثير من المجتمعات الآسيوية التي استطاعت تجاوز أزمة كورونا، وهي السمة التي تميز أيضا المجتمعات المحلية غالبا. فمرة أخرى نلاحظ أن خاصية الخضوع الكلي للسلطة وفق التقسيمات الكلاسيكية تندرج في خانة التقليدي والقبلي وحتى البدائي، لكنها كانت الوسيلة الفعالة لكثير من المجتمعات الحديثة لتقليص الأزمة بداية من الصين وحتى بعض شعوب أوروبا. فحين بدأ المجتمع الألماني يستجيب لقرارات حكومته تناقصت الأعداد، وكذا الحال مع الاستجابة الواعية والفورية للسويديين دون أدنى قهر للتباعد الاجتماعي أو بالأحرى التباعد المسافي والاحتياطات الأمنية في الموضوع. نتيجة أخرى تفاجئنا في التقاطعية بين العولمي والتقليدي، وهي درجة استجابة المجتمع طواعية للسلطة المسيرة والتخلي عن الحريات الخاصة في حال الأزمات قادة وشعبا، رؤساء ومرؤوسين دون فارق. وهنا نطرح تساؤلا آخر، كيف تصبح حالة هذا الإنسان نفسه على مستوى التعامل المحلي الجماعاتي مع الفيروس؟ من منطلق قول برنارد لوبورتي بأن المعرفة الشاملة تتقدم بتراكم المعارف المحلية. ختاما، الحالة المعملية أو المخبرية التي يعيشها العالم اليوم مع أزمة كورونا يضع في طاولة النقاش عديد القضايا السوسيولوجية والأنثروبولوجية للحوار والمداومة، ويدعو إلى مراجعة عدد من الأطروحات والبارادغمات المحورية بما في ذلك ما كان يعتقد أنه كلاسيكي أو شبه بديهي. ولم نقف في هذه الورقة إلا على إحداها، فالاعتقاد في تقدم البشرية من الجماعاتي إلى الفرداني ومن التقليدي إلى العولمي قابل في هذه الظروف لكثير من التفاوض، وبالرغم من أن هذه التفاوضية محكومة بظرفيتها وآنيتها، لكنها بيّنت كما رأينا إمكانية تجاوز الصورة الثنائية للطرفين وتناقضهما، ليتساند التقليدي مع العولمي ويتواجد بداخله، ويسعى العولمي لممارسة التقليدي والحنين له وجعله قاعدة لتعاملاته وممارساته. عودة الإنسان إلى محليته واجتماعيته أو استدعاؤه لها في زمن كورونا للخروج من الأزمة لا ينفي أيضا الاتجاه العكسي لبعض المظاهر التي كانت محلية ليزداد بعدها العولمي، فالذعر أصبح عالميا موحدا من الآخر ومن الأيدي ومن المسطحات ومن مقابض الأبواب وغيرها من الأشياء، كما أصبحت أيضا إنسانية الإنسان عالمية خارج ذاتها الاقتصادية كما يعتقد ذلك عزمي بشارة. ومن ذلك كذلك الخطاب الديني الذي كان منحصرا في المنطلق على اتهام مجموعات محددة، كما الحال مع الخطاب الإسلامي الذي انهال على السلطة الصينية معتقدا أن الوباء انتقام رباني لمواقفها من مسلم الغور ولأكلهم المحرمات. لكن وصول الفيروس إلى كل بقاع العالم وحد الخطاب أو كل الخطابات الدينية تقريبا من إسلامية ومسيحية وحتى اليهودية وغيرها في أن الوباء نذير إلهي لأفعال الإنسان وإفساده في الأرض بيئيا وأخلاقيا وإثبات لضعفه ووهنه، ولعله إعلان عن بدايات نهاية العالم بأكمله. ما على العلوم الاجتماعية اليوم إلا أن تراقب وتسجل ملاحظاتها في أدق دقائقها، فهي فرصة قلما تتكرر عبر تاريخ العلوم لمعرفة الإنسان أكثر في عمقه وأغواره بعيدا عن التكلف والتصنع قصد مراجعة التراكم المعرفي السابق. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأستاذ حمد أدوب بن عمر، تاريخ تخصص تاريخ حديث ومعاصر، جامعة وهران، أحمد بن بلة، الجزائر. عنوان مداخلتنا هي أدبيات الأوبئة والأمراض في الثقافة الشعبية المغاربية. مما لا شك فيه أن موضوع أدبيات الأوبئة والأمراض ببلاد المغرب خلال الفترة الحديثة على وجه الخصوص من أهم المواضيع التي تدخل مضامين هذه من الوسط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على حد سواء، فقد اجتاحت بلاد المغارب عددا من الأوبئة والأمراض على باقي غرار دول أوروبا مع بداية القرن 15 ومرورا للقرنين 16 و17 الميلاديين ووصولا إلى القرنين
18 و19 الميلاديين، ولعل ظهور هذه الأوبئة والأمراض ارتبط ارتباطا وثيقا بظهور المجاعات والكوارث الطبيعية، وهذا لا محالة سيخلف آثارا حادة تنعكس على البنية الاجتماعية والاقتصادية، مشكلة بذلك أحد عوامل الهدر الديموغرافي الذي ينعكس هو الآخر سلبا على الوضع الصحي والمعيشي، ومن ثم ينعكس سلبا على السلطة كذلك، ولما لا على العالم مثل جائحة كورونا التي لا ريب أنها ستكون سببا في قلب موازين القوى في العالم وبروز قوى عالمية جديدة. إن موضوع الملتقى يقودنا إلى التفكير في مواضيع مفاهيمية ومصطلحاتية لها علاقة بموضوع الملتقى مثل الوباء والأزمة، الوباء والهدر الديموغرافي، وكلها مواضيع تحتاج منا نحن الباحثين إلى مزيد من الدراسة والتدقيق والتمحيص، وهذا بطبيعة الحال استنادا على مواد مصدرية مختلفة من مخطوطات ووثائق أرشيفية ونصوص الرحالة والقناصل والأسرى الأجانب. أما عن مداخلتنا فقد حاولنا التركيز على ثلاثة نقاط رئيسة: الأولى أهم المصادر التقليدية التي تعرضت لموضوع الوباء، وثانيا دلالات ومسميات الأوبئة والأمراض في الثقافة الشعبية المغاربية، وثالثا أهم الإجراءات الصحية المتخذة لمجابهة هذه الأوبئة والأمراض. لعل أهم من بين أهم المصادر التقليدية التي يمكن ذكرها حمدان بن عثمان خوجة إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء، أحمد بن قاسم البوني إعلام القريحة في الأدوية الصحيحة، أحمد بن سحنون الراشدي قصيدة في الطاعون، أبو راس الناصر المعسكري ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، ولنفس الشخصية كذلك الكوكب الدري في الكلام عن الجدري، أبو حامد العرب المشرفي في كتاب أقوال المطاعين في الطعن والطواعين، محمد بن أحمد الشريف المن والسلوى في تحقيق معنى لا عدوى، أحمد بن حجر بذل الطاعون في فوائد الطاعون، وإلى جانب كتابات بعض الأجانب مثل الأستاذ دانياك بانزاك، الأستاذ مارشيكا، الأستاذ بربريجي وإيميل كيرين. كما لا ننسى بعض الدراسات الحديثة القيمة مثل دراسة الأميل بزاز تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب خلال القرنين 18 و19، برنار روزنبريجي وحميد التريكي المجاعات والأوبئة في مغرب القرنين 16 و17، مساهمة فلة مسوي القشاعي وباء الطاعون في الجزائر العثمانية دوراته وسلم حدته وطرق انتشاره، حسين بجرة الطاعون وبدع الطاعون الحراك الاجتماعي في بلاد المغرب بين الفقيه والطبيب والأمير، إبراهيم كريديا أمثلة من مجاعات وأوبئة وكوارث. النقطة الثانية هي دلالات الأوبئة والأمراض في الثقافة الشعبية المغاربية. لقد كان لهذه الأوبئة والأمراض وقعها ودلالاتها في الثقافة الشعبية المغاربية، فهذا أبو حامد العربي المشرفي مثلا يصف وباء الطاعون الذي ضرب المغرب عام 1250 موافق ل 1834 ميلادية في رحلته المسمى بنزهة الأبصار، قوله: ومنهم من يكون صحيحا واقفا يمشي فيعتريه الموت فيسقط ميتا في الحين، تعددت الأسباب والموت واحد، ويسمون هذا الوباء ببقليب بالتصغير وبزرويطة، والعجم الأطباء يسمونه بالريح الحمراء. وهناك نصوص تراثية كثيرة لا يسع المقام لذكرها نظرا لضيق الوقت، يمكننا أن نشير إليها مثل نصوص أبو حامد العربي المشرفي في كتاباته رحلته إلى شمال المغرب وكتابه تمهيد الجبال وما وراءها من المعمور وإصلاح حال السواحل والثغور، وكتابه كذلك الآخر مشموم عرار النجد والغيطان المعد لاستنشاق الولي وأنفاس المولى السلطان. ويتضح بما سبق أن الأوبئة عرفت بمسميات مختلفة، وهذا راجع لحدتها وشدتها، مثل بعض التسميات بوقليب بالتصغير وبزرويطة والريح الحمراء والحبوبة الكبيرة وغيرها من المسميات الأخرى التي تدل على شدة وطأتها على الواقع المعيشي آنذاك. هذه الأوبئة والأمراض التي ارتبطت ارتباطا وثيقا كما ذكرنا آنفا في بعض الأحيان بالقحط والمجاعات وغلاء الأسعار وقلة الأقوات، والتي لا زال العوام يرددونها ويتذكرون من خلالها مدى قسوة الزمان أمام قلة ذات اليد. النقطة الثالثة وهي أهم الإجراءات الصحية المتخذة. لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن بلاد المغارب عرفت الطب الحديث وتفاعلت مجتمعاته مع الوضعية التي حملت معها ثقافة الطب الحديث الذي حاول أول الأمر مقاومة الأوبئة والأمراض المعدية التي كانت تشكل هاجسا وشبحا مخيفا بالنسبة للغرب، وهذا حسب ما تشير إليه تقارير القنصليات الأجنبية أو معاينات الأطباء الأوائل الفرنسيين أو البريطانيين الذين باشروا مهام طبية ببلاد المغارب.
وفي المقابل تشير دراسات أخرى إلى علاقة الطب التقليدي في الحضارة العربية الإسلامية الغنية بمؤلفات متميزة وجادة مثل كتابات ابن سينا وابن رشد وابن ميمون وابن الجزار القيرواني وابن الخطيب، ونجد اليوم الطب الحديث يتحدث عنها ويؤكد عليها وكأنها من إفرازات العقل والحداثة في الغرب. وهنا يشير الباحث التونسي أحمد خواجة إلى أن الطب الحديث يعرف أكثر عندما اقترنت قضايا الصحة والمرض بنشأة الدولة الحديثة ببلاد المغارب، حين لم تعد الصحة من مشمولات المجتمع الأهلي أو المؤسسات الخيرية أو المؤسسة الدينية أو الفقهية، وأضحت شأنا عاما تنفق فيه أموال الدولة وتسيره سياسات وتنظيمات وإدارة حديثة، تسهر الدولة مباشرة على تصريف شؤونها وتدبير أمورها. في حين أن الطب الشعبي في الثقافة الشعبية المغاربية عفوا عرف بعض الإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من الوباء، ومجملها مستوحاة من الطب التقليدي من وسائل علاج كانت متداولة آنذاك، وهي في مجملها عبارة عن مجموعة من المعارف والسلوكات اكتسبت عن طريق التجربة المعاشة وعلى ما كان يحكى ويروى ويكتب لدى الأطباء والحكماء القدامين. لقد كانت وسائل العلاج التقليدية يعني الشعبية خلال فترة الأوبئة تتوزع بين علاجات موضعية آنية كالتبخير والشم واستهلاك للأدوية المستخلصة أساسا من النباتات والأعشاب الطبيعية، وبين العلاجات الروحية كتعليق التمائم والتعاويذ وقراءة الأدعية والأذكار، إلى جانب إدماج بعض الطقوس كزيارة الأولياء الصالحين والاعتقاد في كرامتهم وبركاتهم والاعتقاد في تفسير الأحلام كذلك. فهذه الممارسات الشعبية لا ترتبط بفترة تاريخية ما، فهي موجودة بوجود الإنسان في المجتمع وتتدخل لإحلال الشفاء والطمأنينة والراحة والانصراف عن هاجس المرض والموت. كما كان هناك سجال فكري حول قضية أو مسألة الحجر الصحي بتونس كان بين بيرم الثاني ومحمد المناعي، فالأول يقول بضرورة التحفظ من الوباء بينما الثاني يرفض قضية العدوى، كما ظهرت اجتهادات ومواقف فقهية بالمغرب الأقصى كذلك رافضة لقضية العدوى. ولعل أصدق مثال إيجابي ما مثله حمدان بن عثمان خوجة في اتخاذه لموقف صريح من هذه الأوبئة والأمراض، لا سيما في مسألة سبل الوقاية والاحتراز منهم. وفي الأخير لابد أن نشير إلى مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، وهي أن الثقافة الشعبية المغاربية خلدت هذه الأزمات في الذاكرة الجمعوية رغم بعض النقص الكبير في الثقافة العالمة تجسد في الأغاني والأسجال والأمثال والحكايات الشعبية. ثانيا، تتفق بعض المصادر المخطوطة في البلاد المغاربية عموما وبالجزائر على وجه الخصوص على مسميات تلك الأوبئة والأمراض. نقطة أخرى، جدلية العلاقة بين الفقيه والمؤرخ في اتجاه الأوبئة والأمراض وتفسيراتها المختلفة اعتمادا على أدلة شرعية وأخرى ممارستية شعبية. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران وشركائه على تنظيم هذا الملتقى الدولي الافتراضي الأول حول المجتمع والجائحة، كما نثمن جهودهم العلمية ونحييهم على حسن اختيارهم لمثل هذه المواضيع الآنية التي تخدم بشكل أو بآخر مجتمعاتنا علميا وعمليا. والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة العلمية لهذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الزملاء المشاركين معنا في هذا الملتقى المجتمع والجائحة الذي ينظمه مركز الكراسك، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، بالشراكة العلمية مع مركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية. أقدم لكم من خلال أنا الدكتور جلال المستاري، مدير مركز البحث وباحث في قسم البحث سوسيو أنثروبولوجيا التاريخ والذاكرة، أهتم بالخطاب الديني والمؤسسة الدينية في الجزائر. أحاول أن أشارك في هذا الملتقى من خلال مداخلة عنونتها الخطاب الديني المؤسس في زمن الجائحة. وأحاول في هذه المداخلة المختصرة أن أقف عند النقاط التالية. أولا، إطار معرفي يؤطر دراستي لموضوع الوباء من خلال الجانب الاجتماعي والأنثروبولوجي. ثانيا، سأقف عند الخطاب المؤسسة الدينية في الجزائر في
في زمن الوباء. سأقف في نقطة ثالثة عند الفاعلين الدينيين الذين تعاملوا أو أردوا أو على الخطاب الديني المؤسس في زمن الجائحة، ثم أنتهي ببعض الملاحظات والمسالك للبحث. بداية، إطار المعرفي الذي يؤسس لدراسة للموضوع هو أولا تيارين إن شئتم أو كتابين. التيار الأول هو تيار التفاعلية الرمزية. نعرف أن تيار التفاعلية الرمزية في سنوات الستينات والسبعينات نقل دلالة المرض في العلوم الاجتماعية من العرض العضوي إلى المعيار الاجتماعي، ولنا في موسكوفيتشي وخاصة كلودين هيرزليتش من خلال دراستها الموسومة الصحة والمرض وتحليل التمثل الاجتماعي المنشورة سنة 1969، دراسات تؤطر لتيار التفاعلية الرمزية في نظرته للمرض كمعيار اجتماعي. المسألة الثانية أو الإطار المعرفي الثاني هو الكتاب المعروف ما يسمى لأولريتش بيك سنة الذي نشر سنة 1986 حول مجتمع المخاطرة. مجتمع المخاطرة، وقد كتب فيما بعد سنة 2006 كتابا ثانيا في نفس الموضوع، مجتمع المخاطر العالمي، بحث عن الأمان المفقود. إذا نحن أمام دراسة، أمام رؤية تنطلق في النظر إلى المرض والوباء وحتى المسائل الإيكولوجية كخطر على ليس على المجتمعات المحلية بل على المجتمعات العالمية. فيما يخص الخطاب الديني المؤسس وفي الجزائر وتعامله مع الأزمة الصحية ومجتمع والجائحة اليوم، أول ملاحظة يجب أن نركز عليها، وأنا الذي تابعت خطاب المؤسسة الديني أو مؤسسة الحقل الديني في الجزائر منذ تقريبا التسعينات إلى يومنا هذا، نجد أن الإسلام الرسمي الذي درجت العادة على وصف المؤسسة الدينية الرسمية، يمكن أن نصف المؤسسة الرسمية من خلاله، هو أنه كان دائما في حالة توتر مع العديد من الفاعلين الدينيين في المجتمع، وخاصة الحركات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، الجماعات الدعوية وحتى بعض الزوايا. وقد سعت كثير من هذه الأطراف في زمن ماض إلى نزع السلطة الدينية والشرعية عن ما يسمى بالإسلام الرسمي، أو على الأقل محاولة زعزعة هذه السلطة. اليوم في زمن الجائحة نجد أن الخطاب الديني المؤسس ممثلا في وزارة، في خطاب وزارة الشؤون الدينية في الجزائر، وبشكل ثاني المجلس الإسلامي الأعلى، نجد أنه تقريبا استطاع أن يرسخ سلطته وشرعيته بشكل لم تكن لديه في سنوات ماضية. والدليل على ذلك أن وزارة الشؤون الدينية في الجزائر من خلال هذه الجائحة استطاعت أن تفعل وتحيي دور ما يسمى باللجنة الوطنية للفتوى التابعة للوزارة. أصبحت هذه اللجنة لأول مرة تصدر عددا من البيانات، بحيث لحد الآن أصدرت ما يقارب من 16 بيانا حول الجائحة، فتاوي مختلفة. وهذه البيانات كانت ذات أهمية من ناحية الإعلامية ومن ناحية السلطة الجديدة أو ترسيخ السلطة الجديدة للخطاب الديني الرسمي. وهنا نشير إلى أن أهم بيان هو البيان الثاني الذي أصدرته الوزارة أو اللجنة الوطنية للفتوى، وهو بيان تعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد، وكان يوم 17 مارس 2020، حيث ذكر النص تقرر أنه صار من اللازم شرعا اللجوء إلى تعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد ودور العبادة في كل ربوع الوطن، مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان إلى أن يرفع الله البلاء. إذن هنا ملاحظة أن أول بيان كان مباشرة ردود فعل
طبعا، ولكن على المستوى الاجتماعي تم القبول بهذه الفتوى، بهذا القرار الديني، وتم الغلق الفعلي لكل مساجد الجمهورية وحتى دور العبادة للأديان الأخرى. وحتى المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان أحيانا ينافس ولو بشكل ضمني وزارة الشؤون الدينية في بعض الفتاوى، نجده يوافق مباشرة اللجنة الوطنية للفتوى، طبعا مع استدراك لطيف بتعبير أمينه لمعام، حيث قال بأن تعليق الصلاة في المساجد من الأفضل أن يكون في المناطق التي عرفت الوباء بشكل كاسح دون المناطق الأخرى، في حين أن اللجنة الوطنية للفتوى تؤكد على أن غلق المساجد يكون في كل المناطق وفي كل الولايات. إذن هذه اللجنة الوطنية للفتوى كما ذكرت أصدرت 16 بيانا، أولها تعليق صلاة الجماعة، ثم تحدثت عن الدفن وعن مراسيم الدفن، عن مسألة رفع الغسل والاكتفاء بصب الماء على الوفيات من وباء كورونا. تحدثت عن جواز صلاة مهني الصحة والحماية المدنية والأسلاك الأمنية، وجواز صلاتهم دون وضوء أو تيمم، ويمكنهم الجمع والقضاء وحتى الصلاة بوضعيات مختلفة لأنهم في مناطق متقدمة في هذه الأزمة. حرمت مثلا الإشاعة، تحدثت عن تعجيل زكاة الفطر، تحدثت في فتوى أخرى عن أخلقت الهبة التضامنية باحترام كرامة المحتاجين، وخاصة أن جاءت بعد الضجة التي أثارتها وسائل التواصل الاجتماعي ممن يقدم الصدقات للمحتاجين ويضع صورة سيلفي بالقرب من المحتاج، مما أدى إلى نوعا ما رأي مخالف، رأي نوعا ما يعني ضد هذه الممارسات. فجاءت هذه الفتوى في البيان رقم 9 لتؤدي إلى ما يسمى بأخلقة الهبة التضامنية، وصولا إلى إلغاء صلاة العيد في المساجد والساحات. إذن نحن أمام ترسيخ للخطاب الرسمي الديني في زمن الجائحة. في نقطة أخرى، هناك فاعلون بقوا على ما يسمى برفضي أو على الأقل مناقشة خطاب اللجنة الوطنية للفتوى. هناك أربعة فاعلين أساسيين. الفاعل الأول هو زعيم اتجاه السلفي المدخلي في الجزائر الشيخ فركوس، الذي أباح لأنصاره الصلاة في أبنية غير المساجد وإقامة الصلاة الجمعة فيها، في تقريبا رد ضمني على فتوى اللجنة الوطنية للفتوى، وكانت فتواه تقريبا يوم واحد بعد فتوى اللجنة الوطنية بغلق المساجد، أي يوم 18 مارس 2020. الفاعل الثاني هو الشيخ علي بالحاج، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، والذي رفض قرار اللجنة الوطنية للفتوى حول غلق المساجد، واعتبره قرارا باطلا، حيث قام بأداء خطبة الجمعة في بيته والصلاة مع رفع الأذان، واعتبر بأن هذه سابقة، سيقال اليوم نغلق المساجد وغدا نرفع الزكاة، ولا نطلب من الناس أن يصوموا رمضان، ولا نطلب منه أن يصلوا الحج، سوف هو تمهيد لقرارات ضد أركان الإسلام الخمسة. إذن برر ذلك وقال أنه يمكن أن يصلي الناس، أو دعا السلطات إلى إقامة الصلاة في المساجد مع إجراء فحوصات لكشف الوباء على رواد المساجد حتى يمنع المرضى من الدخول. الفاعل الثالث الذي تقريبا رفض أيضا بشكل أو بآخر أو رد على اللجنة الوطنية للفتوى، وهو الشيخ الداعية في قناة النهار الفضائية سابقا، الشيخ شمس الدين بروبي، الذي اعتبر بأن قرار اللجنة الوطنية للفتوى بغلق المساجد قرار متسرع، لم يدرس الموضوع جيدا، وتساءل لماذا لا يتم تزويد المساجد بأجهزة قياس الحمى كتلك موجودة في المطارات. إذن وهنا نطرح السؤال، هل المشكلة في الحمى أم في الفيروس؟ بمعنى أنه هنا
هنا ملاحظة حول مدى معرفة الفقيه للمعطيات الطبية في الموضوع. المهم أن هناك أيضا فاعل رابع، هما بعض الفقهاء من متخرجي الجامعات الإسلامية في الجزائر، بعضهم ممن اعتبر بأنه على الأقل نبقي على رمزية صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ولو ببعض المصلين داخل المسجد. إذن رغم أن سلطة الخطاب الرسمي ترسخت من خلال بيانات اللجنة الوطنية الفتوى، إلا أن هناك فاعلون حاولوا أن يرفعوا أو أن يربكوا هذه السلطة، سلطة الخطاب الرسمي. هناك ملاحظة في هذا المجال حول هذه الخطابات المربكة للخطاب الرسمي، هو مسألة، الملاحظة الأولى هو مسألة مستوى العلاقة بين الخطاب الرسمي وغير الرسمي في لحظة الأزمات والمخاطر. هل يمكن أن نتحدث عن الفتوى الجماعية، عن الفتوى الفردية في مقابل الفتوى الجماعية؟ هناك ملاحظة ثانية تتعلق بدرجة الثقافة الطبية كما ذكرت عند بعض الفقهاء والفاعلين، ويبدو أنهم لم تكن لديهم هذه الثقافة الطبية في ردهم على اللجنة الوطنية للفتوى، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحماية والوقاية. هناك مسألة ثانية هو مكانة الخطاب الطبي ودرجة تأثيره في القرار الفقهي، وملاحظة رابعة حول ثنائية حفظ الدين وحفظ النفس ومكانة الخطاب المقاصدي داخل المتن الفقهي نفسه. أنتهي في هذه المداخلة بثلاثة ملاحظات كبرى تطرحها الجائحة على الخطاب الديني اليوم، ومنه الخطاب الممأسس، وهو أول ملاحظة وهي مآل السرديات الفقهية في مقابل الخطابات الطبية. إذن كان دائما الجسد الطبي عند الفقهاء موضوعا فقهيا، ولكن يبدو أن الجائحة أعطت تراتبية عليا لقول الطبيب مقارنة بقول الفقيه. ملاحظة ثانية وهي مسألة التدين الفردي في مقابل التدين الجماعي. هل يمكن أن يكون في إطالة فترة إلغاء العبادات الجماعية إلى تعطيل التدين الجماعي وإنعاش التدين الفردي، خاصة وأن التدين الفردي اليوم هو مؤشر لكثير من التحولات الدينية في الجزائر وفي المنطقة. ملاحظة ثالثة وهي أثارتها أيضا أزمة كورونا وهذا الوباء، وهو المفتي الافتراضي في مقابل المفتي الواقعي. نحن مثلا في الكراس قمنا بدراسة وبينا أن حول الشباب والمرجعيات الدينية في الجزائر، وبينا بأن الشباب اليوم خاصة الأصغر سنا ما بين 18 سنة و 24 سنة يثق أكثر في فقهاء الفضائيات والشاشات والمنصات الإلكترونية. فهل ستؤدي الجائحة إلى ترسيخ هذا التوجه العام للشباب اليوم، خاصة وأن زمن التحولات الرقمية رسخت ممارسات جديدة للعمل والاتصال الافتراضي؟ فهل سنكون أمام أيضا فقه افتراضي وفقيه افتراضي تصنعه لوغاريتمات المخابر العالمية أو المخابر الدينية من خلال هذا؟ طبعا هي أسئلة تؤدي بنا إلى إمكانيات لدراسات ميدانية قادمة حول الموضوع. شاكر لكم استماعكم لهذه المداخلة المختصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لي الشرف بمشاركة مجموعة من الباحثين والمفكرين هذا الملتقى الافتراضي حول المجتمع والجائحة من تنظيم مركز الكراسك ومركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا. ولا أخفي عنكم الحنين إلى محاضرات المركز ونقاشات المركز وندوات المركز، نطلب من الله أن يعودها علينا لما فيها من إثراء علمي وتبادل معرفي على المباشر. طبعا معكم في هذا التسجيل السيدة فارد هبلامية، باحثة دائمة بمركز الكراسك، متحصلة على شهادة الماجستير في علم اللهجات وملحقة بالبحث في قسم المخيال والسيرورة الاجتماعية. ينصب اهتمامنا داخل المركز على أحد مجالات الثقافة الشعبية والذي هو الشعر الشعبي، حيث نقوم بالعمل في إطار مشروع المؤسسة على إعداد معجم للغة الملحون
مع فريق بحثي يترأسه الأستاذ أحمد أمين دلاي. قد شد انتباهنا في فترة الحجر الصحي إبداع المواطنين في التعبير عما بداخلهم من أحاسيس وشعور، طبعا في ظروف غير عادية نمر بها جميعا، أثرت في مجموعة من الشعراء والفنانين المهتمين بالأغنية الشعبية والشعر الشعبي، والذين جعلوا من الفضاء الأزرق مساحة حرة للإبداع والتواصل والتبادل والتفاعل. فبعد تفحص للعديد من المنشورات، وجدنا تسجيل أو فيديو في موقع افتراضي يدعى بوابة ولاية معسكر، هي قصيدة من الشعر الشعبي عن الوباء العالمي من تأليف السيد لسرى محمد، هو أستاذ جامعي تخصص لغة وأدب عربي، اختص في الكتابة والتحرير والشعر، هو إنسان كفيف معروف بولاية معسكر وصاحب أشعار وكتابات يعرضها في مناسبات مختلفة. قصيدة الأستاذ لسرى محمد شدت انتباهنا واهتمامنا لكونها نظمت باللغة العامية، ولخصت لنا معظم الظواهر التي لا يزال المواطن الجزائري يعيشها في فترة الوباء هذه. هي أبيات شعرية عبرت بصدق عن أحوال الناس، ولخصت ظروفهم بطريقة عفوية تعكس لنا صورة حقيقية عما يلج داخل المجتمع من أفكار، من أحاسيس، من تصورات، تخوفات، وكذا تأملات بالتخلص من هذا الابتلاء بإذن الله، ليمارس المواطن من جديد عاداته ونشاطاته اليومية بكل أريحية واطمئنان. هذا الشعر الشعبي النابع من قلب الشعب يعكس لنا صورة صادقة لروحه ومميزاته النفسية والذوقية، يسجل العادات ويصور التقاليد والأخلاق تصويرا حيا. فالشعر ذلك الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البليغة، على تعريف أحمد حسن الزيات، أقدم الآثار الأدبية لعلاقته بالشعور وصلته بالطبع. وعندما يشعر الأستاذ لسرى ويعبر عن نفسه وعواطفه ويسقط ذلك على من يقاسمه نفس الشعور والأحاسيس، فهو بذلك يبسط لنا بأسلوبه السهل حقائق وممارسات تدعون إلى إمعان النظر والدرس والاستنتاج. وبحكم اختصاصنا تطرقنا في دراسة القصيدة إلى تحليل الظواهر اللسانية الواردة في الأبيات الشعرية بتوظيف آليات وأدوات الدرس اللساني في تحليل الخطاب الشعري الشعبي للوصول إلى وصف الأحداث اللسانية وتحليلها كما تتحقق في القصيدة، وقد تم التحليل على المستوى الصوتي والمستوى الفونولوجي، على مستوى الكلمات، المستوى الصرفي، على المستوى أبنية الكلام، ثم على مستوى المفردات والدلالات اللغوية. وإذ ارتأيت أن أتقاسم معكم في مداخلتي ما استنتجته على المستوى الدلالي عند دراسة الألفاظ المستعملة وتصنيفها إلى حقول دلالية بارزة في مضمون القصيدة، مثل الخوف، الحيرة، الحذر، الرجاء، الحنين، الحسرة، المسؤولية، والإيمان. هي دلالات تعكس لنا كلها السياق النفسي والاجتماعي الذي تدور فيه أحداث القصيدة، حيث أن الألفاظ الموظفة ملائمة لظروف النص ووظيفته التبليغية والتواصلية. يبدأ الشاعر في مقدمة القصيدة بالبسملة ليتكلم عن مصدر المرض وشموليته أو عالميته في أبيات متفرقة، حيث يقول: بسم الله نكتب يا رحمن، أنت يا الشافي الخالق مولانا، هذا مرض صعيب ما خلى ما كان، سمعناه في الصين قبل ما جانا، راح للغرب وزاد حتى الماريكان، حتى واحد ما يقول خاطيني أنا، في نيويورك الناس تحسبهم ذبان، واللي نحرقوا أمرهم راه كوانا، ذا الوابة خطير دمر الطليان، وفرنسا وإسبانيا كيفاش حنا. يصف أيضا أعراض المرض وحيرة الأطباء: ولات العطسات هما يا الإخوان، واللي يكح اليوم هذا كعدانا، تبدل الحال ما خلى إنسان، وكل الطبيب يقول وين راه دوانا. يمر أيضا إلى الوصفات التقليدية التي تناولها وتناصح بها أفراد المجتمع، حيث يقول: هذا يقول الثوم وجلوف الرمان، وذاك بالزعتر والليم والصانة، والآخر بالقرفة اشربها مع الريحان، والنعناع مع العسل ذا برانا. ثم عن إقفال المساجد وإبطال صلاة الجماعة الذي تزامن مع شهر رمضان، يقول: والجامع
اليوم قفل البيبان حتى مكة ما سمعت الغانا. وينك يا مكة ويا ريحة رمضان؟ هذا أمر صعيب والله بكينا. وعن حدث الموت والجنازة بدون عزاء يقول: واللي عنده موت متغرب حيران، حتى واحد يلخو مع الزانة. وعن إقفال التجار ومعاناة الفقراء وأصحاب المهن الحرة يقول: قالوا للتاجر بلع الدكان وروح لبيتك خزن واستنى، الخدام حبس كيفاش الصبيان، مين يقولوا يما وين عشانا، تسقط الدمعة وتدرق العيان كي يقولوا الولاد شجب بابانا. اتفكرت اليوم عمر اللبان والطفلة الصغيرة بنت هجومانا، واللي في القهوة يغسل الكيسان وراشيد البناي في الجار حدانا، والصمار والتاكسي زيد الحسان كل واحد والله منهم مخطانا، واللي يا مسكان بنت الحيطان هادو قالوا قاع شوفوا كيرانا، واللي كان يسوق يا مس الكيران راه تعب كثير جابنا ودانا، واللي كان يبيع في السوق الخرفان والخضرة في مازدا ولا شانا، واللي كان يبيع في التمر والبنان، واللي كان يبيع سلطة السلق وتيزانا. يمر في هذه الأبيات إلى شهادة عرفان للأطباء والممرضين ولعمال النظافة، حيث يقول: ما تنسوش الطبيب والفرملي الفنان، مقابلين المرضى ويستر مولانا، واللي ينقي دايما كبير الشان، مأصل عالي شريف المهنة. أما عن قطاع التعليم يبين حيرة المعلمين والأساتذة والطلبة عن مصيرهم فيقول: والمعلم يالخو فات الحيران، طالت العطلة وضاعت خدمتنا، والأستاذ ثاني راه غيب ما بان، والطالب بيقول وين قرايتنا. وعن دوره هو كشاعر ومسؤوليته في تدوين الحدث يقول: كل واحد سجل قصة في الزمان، ما تقولوش هذا في الشعر نسانا. وفي الحسرة على زمن مضى مع التعجب والحيرة لعدم المصافحة عدم الزيارة وفراغ الفضاء العام فيقول: غير يامس البلاد تظهر بالإخوان، كانت بالخيرات لبدا مليانة، أصبح المسكين خايف ودهشان يدعي في ربي رزاق مولانا، والله ما ظنيت يجينا زمان وما نصافحوش حبيبنا اللي يلقانا، والله ما ظنيت يجينا زمان ما يزورناش لدارنا اللي يهوانا، والله ما ظنيت نمشي في البلدان ونصيبوها فارغة كل جبانة. أما عن الحنين إلى المساجد والمقاهي وملاقات الأحباب فيقول: توحشنا الإمام يقرأنا القرآن، بعد الجمعة نعود شاوصانا، توحشنا قهوة باني شقران في معسكر الغالية غير حدانا، نتلاقاو فيها بجميع الخلان، أهلا وسهلا باللي يلقانا. وعن وصف أحوال الناس داخل البيوت قال: حجر الصحي كتف الصبيان، وتعبنا بزاف احنا ونسانا، واللي عنده ضيق مقلق غيضان، ما فهمناش المرض هذا عيانا. ولم ينس حتى الإنسان الأكثر عرضة للهلاك في قوله: والمسكين اللي مبلي بالدخان، يسلكه ربي هذا مولانا. أما عن الإيمان بالقضاء والقدر والرجاء مع الدعاء بالصبر على تخطي المحن فيقول: وصيت السامع ما يبقى زعفان، الصبر مع الدواء هو شفانا، بعد يا ربي الهم مع الحزان، انت يا ستار تكون معانا، يا ربي انت يا المعين، يا ربي انت يا المعين الجنان، تخلصنا من المرض هذا رجانا، سهل يا ربي هذا الامتحان، ان شاء الله يفوت ويكون ورانا، واللي مات شهيد بإذن الديان، إذا صابر يكون من أهل الجنة. ويختم القصيدة بتوثيقها كما اعتاد شعراء الشعر الشعبي مع توديع السامع والصلاة على خير البشر فيقول: 2020-18 نيسان، كتبت على المرض هذا اللي جانا، إن شاء الله الكلام يبقى في الميزان، بإذن السامع هو يصغانا، نودعكم يا خوتي في الأمان، وكل واحد فيكم صحة وهانا، ونختم بالصلاة على طه العدنان، محمد الشافع نامول السنة. ويبقى هذا التحليل اللساني الزاوية التي اخترنا أن نرى من خلالها جماليات هذا النص الشعري الشعبي الذي يبقى مادة غنية للباحثين الراغبين في تحليلها، طبعا كل من زاوية منظاره وكل حسب اختصاصه. ولضيق وقت تسجيل نستسمحكم لعدم الوقوف على تفاصيل الدراسة الخاصة بالمستويات الأخرى المتبقية. نشكركم على المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.